هلا نحنا المرة الماضية بلشنا بـ chapter 2 guys. بلشنا. طيب بنكون وصلنا لكريمرز رول طالما بلشنا بشابتر 2. هلا كريمرز رول هي طريقة بستخدمها لحتى نحل سيستم اوف لينير ايكويشنز. هذا السيستم اوف لينير ايكويشنز لازم يكون فيه عدد الاندبندنت ايكويشنز مساوي لعدد الانونز، otherwise we can't use the Cramer's rule. So we can use the Cramer's rule to solve a system of linear equations where the number of independent equations is equal to the number of unknowns. Otherwise, طريقة Cramer's rule, we can't use it. So if we have AX تساوي B is a system of N linear equations, لا ننسى independent, and N unknowns, such that determinant لا تساوي صفر. هلا determinant لا تساوي صفر، هاي معناها إنه equations they are independent. Then the system has a unique solution. هذا أخذناها في equivalent statement. إنه لما تكون ال A is invertible معناته system will have unique solution. كيف عرفت إنه ال A is invertible؟ بحكي لي عدد ال equations مساوي لعدد ال unknowns. هذا الحكي معناته A is a square matrix. لما يجي يحكي لي independent equations أو لما يجي يحكي لي determinant doesn't equal zero، معناته بهاي الحالة ال A is definitely invertible. If ال A is invertible معناته system has a unique solution. We can find such a solution بtwo ways. إما إني باجي بحكي ال A inverse في B هي السوليوشن، أور بستخدم طريقة الكريمرز رول اللي هي بتحكي لي we can find ال X x1 مثلا بني اجي احكي determinant ل a1 قسمه determinant ل a the same for x2 and up to xn. خلينا ناخذ مثال عليها ونشوف كيف فينا نحله مع بعض. اوكي خلينا ناخذ الماتريكس A اللي هي الكوفيشنت ماتريكس وتكون 3 باي 3. خلينا ناخذ الماتريكس A اللي هي الكوفيشنت ماتريكس وناخذ الماتريكس B اللي هي الرايت هاند سايد اللي هي 4 3 and 2. هلا لحتى نحل باستخدام طريقة الكريمرز رول، أول شغلة بدي أساويها اللي هي to find the determinant لل A. كيف بنحسب الديترمينانت لل A؟ We have to use طريقة الكوفاكتور expansion method اللي تعلمناها بالمحاضرة الماضية، اللي هي أحدد أي صف أو أي رو، سوري أحدد أي رو أو أي كولم، وبعد هيك نوجد الديترمينانت بإني أضرب ال corresponding A values ب ال كوفاكتور لإلها. So بهاي الحالة خلينا ناخد ال first row اللي هو 3، راح تكون ال 3 مضروبة في الكوفاكتور C11. C11 معناته بدي أحذف ال first row مع ال first column والإشارة ما راح تتغير. So 2 ب 0 مضروبة minus 6 في 1 راح تعطيني minus 6، بعدين زائد. هلا اللي بعديها راح تكون إشارتها نيجاتيف. So هي نيجاتيف. خمسة مضروبة في شيل الفيرست رو مع السكند كولم راح تكون صفر ماينس أربعة راح تكون ماينس أربعة واللاست ون راح تكون زائد واحد في صفر بستة ماينس أربعة في اثنين فراح تكون ماينس ثمانية مضروبة الماينس ثمانية بواحد. أوكي جايز أي حساب الديترمينانت راح تطلع عندي الديترمينانت إذا بنحسبها راح تطلع 3 في ماينس 6 18 نيجاتيف زائد 5 ب 4 20 ناقص 8 راح تعطيني ماينس
Once إني أوجدت الـ determinant للـ A، هلأ we need to find الـ A1. الـ A1 guys هي نفس الـ matrix A، نفس الـ matrix A، بس لازم نغير. نفس الـ matrix A، بس لازم نغير الـ first column. We do replace it by right hand side. So رح ناخد الـ matrix A. هياها. رح to replace الـ first column في الـ A بالماتريكس اللي هي الرايت هاند سايد اللي هي البي. هلأ we need to find the determinant. الديترمينانت لـ A1. So A1 is the matrix A, but we replace the first column by right hand side. هلأ بهاي الحالة بدنا نوجد الديترمينانت، فرح تكون again I will take the first row. رح تكون 4 مضروبة ب2 بزيرو وستة بواحد، رح تكون minus 6. خمسة، هلأ الخمسة رح تكون مضروبة ب 3 multiplied by 0 minus minus 2. اوكي اللاست وان رح تكون زائد 1 مضروبة في 3 ب 6، رح تعطيني 18 minus 4 رح تعطيني 14. الديترمينانت اللي هي 4 ب minus 6، 4 ضرب 6 نيجاتيف زائد 5 10 بعدين زائد 14. هلا هاي رح تعطيني، هلا once the determinant ل A1 عطتني 0 معناته X1 تساوي الديترمينانت ل A1 قسمة الديترمينانت ل A. بهاي الحالة الديترمينانت ل A1 was 0 divided by minus 6 رح تعطيني 0. هيك بنكون عندنا x1. هلا in order to find x2 معناته we have to find a2. هلا a2 هي نفس الماتريكس A but we need to replace the second column by b. So رح اجي اخذ ال b من هون واعوض مطرحها او اعوضها ب second column. وجدت الـ A2، هلأ we need to find the determinant لـ A2. هلأ الـ determinant لـ A2 again هاخد الـ first row، فرح تكون 3 multiplied by 3 بصفر minus 2 في 1، فرح تعطيني minus 2 ناقص هلأ 4 رح تكون مضروبة في 0 بزيرو minus 4. اوكي ناقص 4 زائد last one رح تكون 1 مضروبة في 0 ب2 ناقص 4 في 3، so رح تعطيني minus. guys هلأ بحسب الديترمينانت رح تعطيني 3 ب-2 رح تعطيني minus 6 زائد 16. اوكي ناقص 12، فرح تعطيني الجواب minus 2. في هاي الحالة we can find x2 اللي هي determinant a2 divided by a determinant a. هاي الحالة رح تكون minus 2 divided by minus 6 رح تعطيني ثلث. هلا لحتى نوجد ال x3 we have to find first ال a3. ال a3 هي نفس الماتريكس A. We need to replace the third column by B. So here we go. Okay. هلا بدي اجي احسب الديترمينانت ل A3. هلا guys بهاي الحالة again رح اخذ ال first row. By the way بهاي الحالة اسهل لي اخذ ال first column. Okay. خلينا ناخذ ال first column. ليه؟ لأنه فيه صفر. رح اخذ ال first. So أول element رح تكون 3، بعد هيك رح تكون مضروبة 2 في 2 6 في 3. So 4 minus 18 رح تعطيني minus 14. بعدين ناقص 0 رح تكون مضروبة في 5 في 2 minus 6 في 4. It's already 0. زائد 4 رح تكون مضروبة في 5 في 3 15 minus 2 في 4. 8 15 ناقص 8 رح تعطيني 7، والإشارة طبعا ما رح تتغير.
اوكي لانه هاي راح تعطيني بوزيتيف، هاي راح تعطيني نيجاتيف، هاي راح تعطيني بوزيتيف. اوكي شباب الصبح هلا حدا يحسب لنا الديتيرمينانت، راح تكون 3 multiplied by minus 14، 3 ضرب 14 نيجاتيف زائد 4 في 7 راح يعطيني الجواب minus 14. هلا بهاي الحالة x3 تساوي الديتيرمينانت لأ 3 هلا الديتيرمينانت ل A3 minus 14 قسمة minus 6 تعطيني 2.3. سو قيمة x1 is 0، قيمة x2 is 0.3، وقيمة x3 is 2.3. وبهاي الحالة بنكون حلينا هذا السؤال using Cramer's rule. واضحة شباب وصبايا؟ حدا عنده مشكلة؟ حدا مش فاهم؟ هذا الحكي اللي عم يعطيني اياه، هذا الحكي اللي عم يعطيني اياه هون انه x1 determinant ل a1 divided by determinant ل a the same for x2. بس بهاي الحاله بدنا نعرف ال a2 اللي هي نفس الماتريكس a، what we need to replace the second column by b the same اذا كان في عندي more than 3 variables. هون عم يعطيني example، عم بحل لي اياه بنفس الطريقه حسب ال A، حسب ال A1، حسب ال A2، حسب ال A3. Then he did find determinant ل A و determinant ل A1 و determinant ل A2 و determinant ل A3. بعد هيك قسمهم وأوجد ال values لل X's. هلا in exercises 11 ل 14 find ال A inverse using theorem 2.12. Theorem 2.12 اللي هي I guess طريقة الـ adjoint matrix. هلا guys كونه هاي الماتريكس is upper triangular matrix معناته الـ cofactor اللي لها رح تكون upper, lower or diagonal. الـ cofactor اللي لها lower. هلا guys أنا شو اللي بيصير عندي؟ Exactly شو اللي بيصير عندي؟ هلا لما تكون الماتريكس A is upper triangular matrix okay factor لإلها راح تكون lower triangular matrix، ال adjoint matrix لإلها راح تكون اللي هي ال cofactor transpose فراح تكون upper triangular matrix، ال A inverse هي ال adjoint مضروبة في واحد على الديتيرمينانت فرح تكون برضو upper triangular matrix تمام؟ وعكس الاوردر إذا كانت lower. So إذا كانت ال A lower ال cofactor حتكون upper، ال adjoint حتكون lower، ال A inverse رح تكون lower. فكونه هاي الماتريكس is an upper triangular matrix، ال cofactor لإلها lower، ال adjoint لإلها upper، ال A inverse is upper. هلأ use Cramer's rule to solve for y without solving for x Z and W. في داعي guys نحل هذا السؤال؟ شباب وصبايا في داعي نحل هذا السؤال؟ حدا عنده مشكلة بهذا السؤال نحله؟ Okay. Try to solve it وشوفوا شو بطلع معكم. Prove that if A is an invertible lower triangular matrix, then A inverse is lower triangular matrix. هلا هذا الحكي أخذناه مسبقاً. هلا هون عم يطلب منك to prove it. هلا to prove it معناته you need to use the general form. The general form معناته بدي أجي هون أحكي إنه A is a lower triangular matrix. معناته A بدها تكون A1, A2. خليني اخذ A4 وهون اخذ A5 وهون اخذ A6. هلا هذول الفاليوز اللي هون رح تكون زيروز. اوكي سو هي الماتريكس A it's a lower triangular matrix. لحتى ابرهن انه ال A inverse رح تكون upper first of all بدي اوجد الديتيرمينانت لل A. هلا الديتيرمينانت لل A رح تكون A1 A1 في A2 في A3. اوكي هاي الديتيرمينانت. طبعا هذا الحكي لا يساوي الصفر لانه هو حكي لي it's an invertible matrix.
وانس عملت هاي الخطوة هلا بدي اوجد الكوفاكتور ماتريكس. الكوفاكتور ماتريكس معناته بدي اوجد C11 وC12 وC13 وC21 وC22 وC23 وهكذا. هلا انا راح اوجد هون C11 وراح اترك لكم توجدوا الكمالة. هلا اذا بدي اوجد C11 معناته هي بدي اشيل الفيرست رو مع الفيرست كولم، راح يصفي عندي A4 في A6 minus A5 في 0، فهي راح تكون A4 في A6. بدي اوجد C12 فهي راح تكون بدي اشيل الفيرست رو مع السكند كولم، راح تكون A2 في A6 minus A3 في 0، سو راح تكون A2 A6. نفس الطريقة بدنا نوجد ال A، بنفس الطريقة بدنا نوجد ال C13 معناته we have to delete هذا الرو مع هذا الكولم، راح تكون A25 في A5 minus A3 في A4. اوكي؟ هلا to be honest مش كثير بتهمني ال values. نيجي لل C21. ال C21 هي second row مع first column، فراح تكون 0 ب A6 و A5 في 0 فراح تعطيني 0. هلا هاي الفاليوز اللي هون اللي باللون الاصفر والقيمة اللي هون راح تعطيني values، هدول راح يعطوني 0. double check that. once اني اوجدت ال C، هلا بدي اوجد ال adjoint matrix. ال adjoint matrix هي simply ال C transpose. إذا أوجدت الـ C transpose اللي هي الـ adjoint matrix، فيني أوجد الـ A inverse بإني أضرب واحد determinant في الـ adjoint. صح guys؟ هلأ كونس الـ cofactor matrix طلعت upper triangular matrix، الـ transpose لإلها اللي هي الـ adjoint رح تطلع lower triangular matrix. lower triangular matrix مضروبة بالscalar رح تعطيني lower triangular matrix. هاي الـ proof للنظرية اللي عم يعطيني إياها. أوكي؟ الـ A was lower، الـ C was upper، الـ adjoint حترجع lower، والـ A inverse scalar في الـ adjoint فرح تكون lower. كملوها شباب وصبايا. حدا عنده سؤال؟ أكيد؟ هلا هيك بنكون نحن نهينا chapter 2. let's cancel it. هيك بنكون نحن نهينا chapter 2. خليني اعطيكم اسئلة امتحان على هذا الحكي. هذا سؤال إجا بالامتحان، خلينا نشوف كيف بدكم تجاوبوا. For a homogeneous system of three linear equations and three unknowns, which of the following statement is always correct? عندي homogeneous system فيه three linear equations وفيه three unknowns. The system is inconsistent. هل هاي العبارة صحيحة؟ There is no way the homogeneous system يكون inconsistent. The system has a unique solution. We can't tell. طالما هو عم يحكي لي three linear equations with three unknowns، ما فينا نحكي إنه system has a unique solution. The system has infinite number of solutions. برضو we can't tell، لأنه هو عم يحكي لي ثلاث معادلات بثلاث مجاهيل، بس ما حكى لي إنه الثلاث معادلات independent. إذا الثلاث معادلات independent بيكون له unique solution. إذا ال three equations كانوا dependent بيكون له infinite number of solution. بس طالما ما عطاني شيء عن الثلاث معادلات هدول I can't tell if the system has a unique solution or has an infinite number of solution. The system can be solved using Cramer's rule. هاي العبارة بحد ذاتها، هاي العبارة اللي هي رقم 4 اللي مضللة باللون الأصفر، سوري هن في أكثر من واحدة رقم 4، هاي 5. هاي العبارة is equivalent to this statement. العبارة الثانية
اللي هي لما يجي يحكي لي the system has a unique solution أو the system can be solved using Cramer's rule, هدول ال two sentences they are equivalent. Okay. هدول ال two sentences بتحققوا إذا حكى لي the three equations are independent. هلا none of the presented choices هي العبارة الصحيحة لأنه we have no information about the linear, about the three linear equations. واضحة شباب وصبايا؟ واضح كيف نحل هذا السؤال؟ ليش إنه هو none of the presented choices؟ لأنه ولا واحدة من هدول العبارات صحيحة. هلا لو كانت مثلا العبارة الثالثة كانت the system may have infinite number of solution or a unique solution بتكون صحيحة. لأنه دائماً الهوموجينيوس سيستم إما بيكون له يونيك أو بيكون له infinite number of solution، بتكون العبارة صحيحة. طالما ما حكاها ما فيني أحكي إنه the system has infinite number of solutions is always correct. هذا الحكي غلط. هلا لو إجيت لهذا السؤال نفسه، إجيت حكيت لكم three independent linear equations بتكون السكند والفورث sentences بيكونوا both of them correct. تمام؟ لو انحكى لكم بالسؤال انه three independent linear equations and three unknowns، بهاي الحالة system has unique solution والsystem can be solved using Cramer's rule. واضحة؟ واضحة guys؟ دكتورة تمام. حد عنده سؤال؟ دكتورة تفضلي. بدنا نحكي مثلا infinite number of solution امتى بتكون؟ طبيعي عم تحكي؟ بقول لو بدنا على نفس السؤال نحكي infinite number of solution شو بيكون الفرق؟ بكون حاطط لك three dependent linear equations فبطلع الجواب معك infinite number of solution. اوكي تمام ثانك يو. باجي بحكي لك three equations before unknowns. تمام. three equations before unknowns، يعني بعطيكي عدد ال unknowns اكبر من عدد ال equations، او باجي بحكي لك ال equations they are dependent. اوكي تمام ثانك يو. حد عنده سؤال؟ جريت، خلينا ناخذ سؤال ثاني ونشوف كيف فيكم تحلوه. خلينا ناخذ هذا ميك اب اكزام. Guys, بيعطيني بالسؤال الثاني. Let A be a 3x3 matrix. Show if the following expression is always correct. هلا عم يعطيني إنه determinant ل A في ال A transpose أكبر من أو تساوي 0. هل هاي العبارة دائما صحيحة ولا دائما غلط؟ ولا إلها cases معينين؟ هلا guys، أجي أحكي لك إنه ال A 3x3 matrix. أنا حكيت لك إنه الـ A is a square matrix so determinant لإلها defined. أوكي؟ هلا نيجي كيف بدي أبرهن إنه هاي العبارة صحيحة ولا لا؟ أنا زمان حكيت لكم إنه determinant لـ A في B إذا both of them square matrices تساوي determinant لـ A في determinant للـ B. هاي أعطيتكم إياها زمان. إذا كانت الـ A والـ B both are square matrices determinant لـ A في B تساوي determinant لـ A في determinant لـ B، طبعاً إنهم the same size. هلأ بهاي الحالة أنا عم بحكي لك determinant لـ A في الـ A transpose، هذا الحكي يساوي determinant للـ A في determinant للـ A transpose، right؟ عم بمشي على نفس القاعدة. برضو أخذنا أحد النظريات بتحكي إنه determinant لل A تساوي determinant لل A transpose، أخذنا هذا الحكي. معناته determinant ل A في determinant لل A في A transpose،
فعليا تساوي determinant ل A تربيع. هلا هل دائما الديتيرمينانت لل A تربيع اكبر من او تساوي 0؟ يس. ليه؟ لانه اذا الديتيرمينانت لل A بوزيتيف معناته الديتيرمينانت ل A تربيع حتكون اكبر من او تساوي 0. اذا الديتيرمينانت ل A نيجاتيف معناته الديتيرمينانت ل A تربيع رح تكون برضه اكبر من او تساوي 0. تمام؟ واذا الديتيرمينانت ل A صفر فبرضه هي اكبر من او تساوي 0. فكوني وصلت لهون دائما العدد تربيع أكبر من أو تساوي حق. هلا ما بيكفي بس أحط هاي الإكويجنز، الحكي اللي أنا عم بحكيه you need to write it. تمام؟ هلا لو انحكالكم هل هاي العبارة صحيحة إذا أنا أخذت الديتيرمينانت لA في A ترانسبوز في A، هل هاي العبارة بتكون صحيحة؟ غلط. ليه؟ لأنه إذا كانت الديتيرمينانت لA نيجاتيف معناته هاي راح تعطيني الجواب الديتيرمينانت ل A الكل تكعيب، اوكي؟ ف value تكعيب مش دائما بتكون positive. It depends على ال value itself. إذا كانت positive بتكون أكبر من أو تساوي 0، إذا كانت negative بتكون أقل من أو تساوي 0. بس كونه هون مرفوع على القوة تربيع فبتكون always. هلا هذا السؤال دائما كنت اجيبه بالامتحان ولا طالب جاوبه. Let A be a 3 by 3 matrix whose determinant value is integer. So A determinant لها integer. Show if the following statement is always correct or not. The determinant لل A to the power n is not a prime when n is larger than 2. هلا again بدي ارجع لنفس الطريقة، انه انا عندي الديترمينانت لA to the power n which is equal to الديترمينانت لA في الديترمينانت لA في الديترمينانت لA وهكذا لغاية n times. هلا شو معنى prime number؟ هي الرقم اللي ما بقسم إلا على واحد وعلى نفسه، صح؟ يعني زي مثلاً when sorry the when it's a special case، زي مثلاً the 3، زي الخمسة، زي السبعة، زي الـ11، هذول بنسميهم prime number. هلا إذا أنا عم باجي بحكي لك إنه ال n أكبر من 2 معناته هي رح تكون at least the determinant ل a في الديتيرمينانت ل a، فبهاي الحالة مستحيل تكون prime number. واضحة؟ try it. زي لما تيجي تحكي determinant لA 11 is a prime number، بس طالما هو 11 في 11 121 it's not a prime number anymore. واضحة؟ برضو هذا سؤال. اوكي، ياكم تطلعوا على هذا السؤال، ما رح أحله بس I will leave it to you تحلو. Okay. If all entries of a square matrix A are integers and the determinant is إما واحد أو minus one, show that كل الـ entries للـ A inverse will be integer. هلا هذا السؤال جدا سهل، حاولوا فكروا فيه وحلوا شوفوا شو بطلع معكم. هلا determinant واحد وكل الـ values integer للـ A، فلازم الـ A inverse تكون integer. شو هذا الحكي؟ اوكي، if A and B, let A and B be n by n matrices, show if the following expression is always correct. Guys, هاي عبارة عن نظرية. Determinant لA في B شو تساوي؟ Determinant لA في Determinant لB. Determinant لB في A شو تساوي؟ Determinant لB في Determinant لA. كونه Determinant it's a value أو number أو real number،
المالتيبليكيشن فيهم از كوميوتيتيف، فسواء اخذت الديتيرمينانت لاي في الديتيرمينانت لبي او الديتيرمينانت لبي في الديتيرمينانت لاي، بوث اوف ذم ذي ار ايكوال. فهاي العباره اولويز صحيحه لانه المالتيبليكيشن في الريل نمبر از كوميوتيتيف. اوكي هلا جايز ما بدي ابلش بشابتر 3 لانه لازم الشعبتين تمشي مع بعض. سو اذا ما عندكم سؤال قبل نوقف، بس لحظة قبل نوقف، أتوقع في صبية سألتني هذا السؤال، بصراحة استغربت من سؤالهم أو ما بدي تكون ماخدة عني عبارة غلط. اتفضل قبل أبلش بالسؤال اتفضل احكي. أي أسئلة؟ هاي أسئلة امتحان، ما بعرف إذا الطلاب بينزلوها على المواقع الخاصة بالطلاب، بس هاي بس أسئلة امتحان لإلي. يعني زمان ما كان يكون فيك تشوف أسئلة الامتحان لأنه كان يكون الامتحان بالحرم الجامعي، بس هلأ يهيأ لي في كتير طلاب بيصوروا أسئلة الامتحان وبينزلوها على مواقع، بس هيني عم بحلها قدامك في الليكتشر. سو فيك تاخد سناب شوت لإلها، فيك ترجع للريكوردد ليكتشر وتشوفها عادي ما بتفرق. تمام اوكي نيجي هلا نتطلع على هذا السؤال اللي باعته زميلتكم. شو بتحكي لي؟ Determine conditions on the bees if any اذا في in order to guarantee that the linear system is consistent. يعني هلأ بدي أحل هذا السيستم بحيث دائماً يعطيني consistent solution. دائماً لما بيجيكم سؤال زي هيك always اطلعوا على matrix A هي الكوفاكتور matrix. يعني بهذا السؤال إذا بتطلع على الكوفاكتور matrix هي 1 3 minus 2 1 هل هي invertible؟ إذا invertible معناته there is no condition على البيز دائماً رح يعطيني consistent solution. هاي اللي هن الequivalent statement اللي حكينا عنهم. نشيك الA. الA is a square matrix. هلأ بدي أحسب لها الdeterminant. الdeterminant حتكون 1 minus minus 2 في 3. So 1 minus 6 sorry 1 minus minus 6 فرح تعطيني الdeterminant 7. فالmatrix A بسؤال 13 is always invertible. Always invertible معناته ما في condition على الB ودائما راح يعطوني consistent solution. تمام guys؟ لانه هي الصبيه بتحكي لي انه انا حاكي لكم اسهل طريقه انه بس اخلي البي صفر وبهاي الحاله راح يطلع عندي homogeneous system. هلا guys هاي بنسميها شورت كت. يعني اذا كان سؤال بدي اجاوبه within 10 second بحكي لك حط البي صفر، بس هلا طالما هو السؤال بدي افكر فيه فلا بدي احكي انه first of all I have to check الA. اذا الA كانت invertible معناته there is no condition على الB فيهم ياخذوا اي values وراح يعطيني جواب. هلا نيجي لسؤال 14. سؤال 14 برضه بنفس الطريقه، اول شغله بدي اساويها بدي اطلع على الA. اذا بتطلع على الA 6 minus 4 3 minus 2 guys it's clear انه هدول two equations they are dependent. أو بمعنى آخر خليني أحكي the left hand side للequations اللي هو 6x1 minus 4x2 with 3x1 ناقص 2x2 they are dependent. كيف عرفت إنهم dependent؟ أول شيء الماتريكس راح الديترمينانت لإلها تصفر. ثاني إشي إذا بشتغل على الجاوسيان جوردن elimination method the second equation راح تصفر. ثالث إشي إذا بتطلع عليها just اقسم الـ first equation على اثنين بتعطيك الـ second one. So لحتى يكون هذا السيستم consistent الـ B1 لازم تكون تساوي two في الـ B2 أو الـ B1 تساوي الـ B2 تساوي نص الـ B1. بهاي الحالة رح يطلع عندي one equation B one
one equation with two unknowns بهاي الحالة رح يعطيني infinite number of solution. إذا بدي هذا السيستم اللي موجود ب 14 يكون inconsistent ما إله حل، simply بحكي ال B1 لا تساوي 2B2. بهاي الحالة بيطلع عندي السيستم inconsistent. Try to apply the same thing على الماتريكس اللي ب 15. أول شغلة you have to check إذا الـ A invertible ولا لا. إذا الـ A invertible معناته no condition على الـ B. إذا الـ A مش invertible بهاي الحالة روح وحلها بطريقة الـ Gaussian Jordan Elimination Method وشوف مين من الـ equation اللي بتكون dependent. واضحة guys؟ حد عنده سؤال؟ هلا أنا ما بعرف بس بسؤال 15 حاسة إنه واحدة من الـ equation is dependent. شيكوها لأن عندي 1 4 minus 3 minus 2 minus 5 3 5 8 minus 3 so somehow إذا بضرب المعادلة الثانية بنيجاتيف وبجمعها للمعادلة الأولى تعطيني الثالثة. تمام؟ فكروا فيها. يعني هو almost عطيتكم الجواب بس حلو تحاولوا تحلوها لحالكم. حد عنده سؤال؟ إذا ما عندكم سؤال معناته يعطيكم العافية وبنكمل أو بنبدأ بشابتر 3 يوم الخميس. نحن اتفقنا أن الكويز تبعكم صار يوم الخميس الجاي اللي هو بواحد أربعة ساعة سبعة. أوكي؟ دكتور ممكن تنزل السلايدز تاعت شابتر 3؟ نزلتها على التيمز. أوكي تمام. نازلة على التيمز. يعطيكم العافية.